السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصر إزاد، حلقة جديدة على مدعوة كيكي جيكس. هذه الحلقة وهي تجربة عموما سوف نقوم بشرح فيها ماذا أو سوف نقوم بمشاهدة معا ماذا يحدث عندما نقوم بقطع هاتف سامسونج جالاكسي F5 بسكين ساخن تصل حرارته إلى 1000 درجة. سوف نرى ما يحصل معا. والآن بعد أن سخن هذا السكين نعود إليكم ونرى ماذا سوف يحدث. كما ترون أنه يقسمه إلى نصفين. طغينا المكان لكي تسهل علينا العملية. نقوم بتسخين سكين الآخر لكي نكمل عملية القسم. سنقوم بحقه. Thank you.
إلى هنا قد صنعت هذا الفيديو. كما ترون هذا هو الهاتف بعد عملية القتل التامة أو الإعدام. وكما ترون قد قمنا بإعدام الهاتف تماما. أرجو منكم عمل لايك وشير إذا أردتم مزيد من هذه الفيديوهات قطع الأشياء.